بتعرف يمكن أنا اليوم زقوتة شوي لهيك عم دوخ. طيب فيك تمشي؟ بمشي بمشي مو لهالدرجة. رح أقول لك شغلة، ليش أخذتني لعند دينيز؟ قلي ليش؟ بدك أقول لك أنا؟ لأنك شفقت علي وأنا شو؟ كنت عم بظلمك، كنت بنت صغيرة عم حب رجال وقح، رجال حقير وما عنده أخلاق ابنهم، رجال متزوج. خان مرته معي. لا وكمان فوق عنده بنت. شو سويت أنا؟ خلاص لا تزعلي على شيء، مو على أساس حدا منيح؟ مو كنتي رح تتزوجي؟ شفتي شو طلعت حقيقته بالأخير؟ شفتي؟ الناس مخباية بتيابها. الحياة بتعلمك تشوفي حقيقة الناس ومو مظاهرهم وبس. نزلني نزلني عندك هنيك، لا بقى بعيدة، نزلني هنيك أنا خايفة، نزلني لو سمحت. أوه شكلكن مبسوطين وعم تحتفلوا، شو لأنه ما عملتوا شهر عسل عم تعملوه هلأ ما هيك؟ مرحبا. يلا عنو يلا. تصبحوا على خير. وصلنا يلا. استنى بدي شم شوية هواء. هواء تعالي.